طبعا في عدة عوامل جعلتها تقبل التحكيم. طب قبل ما اروح للتحكيم اتفضل. وقبولها للتحكيم، ماذا لو رفضت؟ كان ايه اللي قدام مصر؟ كان في الوقت ده الامور هتفضل معقدة، وكان ممكن ان يؤدي الى ان اتفاقية السلام اللي لسه ما بقالهاش الا 4 سنين ولا 5 سنين ما تنفذش، العلاقات تسوء، اسرائيل وضعها يبقى اسوأ بعد ما كانت علاقتها وشكلها قدام العالم بدأ يتحسن بأن علاقتها طيبة مع مصر وبدأت تتفاوض مع الأردن لاتفاقية السلام، كان وضعها هيبقى أسوأ. لا في الحالة دي يعني كان وارد الاتفاقية دي تتلغي. طبعا. أنت لما تيجي تقول لي أنا خلاص أنا مش عاوز أتفاوض معاك، مش عاوز أروح للتحكيم معاك، وأنا مش هسيب طابة، واعمل اللي أنت عاوزه، كان ممكن قوي قوي أن أنا أقطع علاقاتي معاه نهائي. كان ممكن قوي أن تشتعل حرب بيننا وبينهم زي ما اشتعلت في 6 اكتوبر. نعم. ما دي متوقفه على ارادتك المصريه. نعم. هل ستقبل ان تغتصب ارضك وانت مقتنع 100% ان دي ارضك؟ ولا هتصر انك تسترجعها؟ احنا ما كناش عايزين نحارب عشان طابه. لان خلاص ما صدقنا ان الحرب خلصت. فقلنا خلاص هنحل سلم. بس ما كنتش هسيبها. مش هسيبها. لا مش هسيبها. وده كلام. يعني انا حريص ان انا خلاص رجعنا لحال السلام. لابد ان احافظ عليها. نعم. في المقابل لابد قبل ده ان الا افرط في شبر واحد من ارضها، ولابد ان تعود طابه لمصر. دي مساله محسومة. مهما كان الثمن زي ما بيحصل دلوقتي. بالظبط. انك تحافظ على ارضك نفس الارض بالكامل والحدود. وانا اذكر هنا لما اجتمعنا مره في لقاء مع الرئيس مبارك، قال خذ يا جماعه فلان وفلان وانا كنت واحد منهم، ادي ملف طابه عاوزك تقرا بعنايه شديده جدا. بيقول لحضرتك. وكان معانا كمان الدكتور وحيد رأفت رحمه الله عليه. نعم. كان نائب رئيس حزب الوفد. نعم. اللي قيل له ايامها ده بعض الناس المعارضين قالوا ده من حزب الوفد المعارض، ازاي تحطه في الفريق المصري؟ ده لجنه مصريه وطنيه قوميه. خلاص مفيش معارض ومؤيد، كل مصر. ما يتعلق الامر بالارض وتراب مصر. كلنا مصريين، مفيش فرق بينا في الحس الوطني ابدا. نعم. فقال لسيادتك اقرا الملف. وانا اخذت الملف وعكفت على قراءته. ورجعت الى سياده الرئيس وقلت له انا قريت الملف. قال لي موقفنا قوي ولا ضعيف؟ اذا كان موقفنا قوي نصر على التحكيم. موقفنا مش قوي، فقلت له سياده الرئيس يعني بعنايه شديده انا قريت الملف وبثقه كبيره، الارض دي ارضنا واحنا نتكل على الله ونصر على التحكيم. احنا مش هناخد ابدا من اسرائيل الا بحكم من هيئه التحكيم اللي احنا هنشكلها اذا ضغطنا عليهم وقبلوا، او ان احنا نلجا لمحكمه العدل الدوليه. ودي محكمه موجوده. كان في تفكير لمحكمه العدل الدوليه. غير هيئه التحكيم. وعرضنا عليهم هذا بقى. قلنا لهم تيجوا نروح محكمه العدل. فيها 15 قاضي من اكبر القضاه في العالم. وهم يحكموا فيها. نعم. الرئيس مبارك قال لحضرتك ايه؟ دخل موقف الرئيس مبارك. ان احنا نروح لمحكمه العدل وعرضناه. احنا فلما قالوا لا ما نروحش محكمه العدل. كان في اصرار من جانبهم ان لا. لا اصرار من عندنا ان انا هرجع طابه باي طريقه. باي طريقه خصوصا الملف اللي الرئيس قال لحضرتك اقرا هذا الملف.